السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل شوق أعزائي إليكم. ملخص الحلقة 16، سهام وتحسين بيوافقوا يغنوا بلدي الرور. عزيزي بتقنع فياض يتزوج أنيس وزاهي، حميد بيتحلى في رج عزيزي من المكان اللي أخذها منه. عزيزي بتقابل عزة وبتطلب منه يقابل حارس القلعة. يوسف بيخطب زاهي زهرة وبتوافق وبتدري، وبتنزعج عزيزي بأعمال حفل بالياتور. طرزان وأبو فهد ليخطفوا نزار. خليل بيقول لانشراح معجب فيها. أنيس بيقول لزاهي عمك فياض وافق يزوجنا وتفرح زاهي. أولاد الحارة بيحلقوا لزاهي لأنها بتمشي مبلا ملاي.